احنا دي تاني مرة نشارك في المعرض وبنجيب المنتج بتاعنا كمنتج منافس السوق الخليجي وبننزله السوق المصري، انتاج صناعة 100% مصرية. الحزام عندنا الطول بتاعه 120 سنتي قابل للزيادة، عندي اوزان مختلفة، احنا عاملين الاحجام الكبيرة عشان المعرض، لكن عندنا ممكن نعمل نفس الاطوال ونفس الاوزان، نقلل في الوزن ونعمل احجام اقل يعني بحيث تبقى في متناول الجميع. يعني ده اصلا ستايل مصري ولا ده ستايل وين؟ ده ستايل خليجي، بس احنا بنقول احنا دلوقتي عايزين نجيب نجذب المستثمر الاجنبي الخليجي من بره، عايزين نجيبه مصر، فاحنا بنقول له احنا بنعمل منتج زي المنتج بتاعك بالظبط. يعني هنا احنا عندنا جوده اعلى وفي نفس جوده اعلى وفي نفس الوقت سعر اقل. الحزام الاولاني ده وزنه 80 جرام. اللي بعديه تاني واحد 151 جرام. تمام. رقم 3 179 جرام. رقم 4 200 جرام. ده يعتبر اطول قطعه موجوده في المعرض. اطول قطعه موجوده في المعرض. كلمنا عن الديزاينات، ده الحاجات دي بتتعمل بشكل يدوي ولا بتتعمل؟ لا، دي كلها موديلات استنباط رابر شمع، واحنا بنكون بتشكيلها، بس في نفس الوقت بنستعين بخبرات خارجيه كموديلات ديزاين بحيث يبقى انا عندي تصميمات نفس شغل الخليج بالظبط. كل واحد فيهم 120 سنتي. ده كوليه تصميم خليجي ونفس التاج برضو بتعمل في الخليج. احنا حبينا ننقل المنتج الكويتي ننزله مصر. احنا النهارده كان عندنا زوار في المعرض سعوديين وفي جزائريين وفي كويتيين، في الناس عجبت بالشغل بتاعنا وبتسأل المنتج ده ازاي نتعامل معاه. هو ده حضرتك ده معمول يعني كقطعه للمنتج، القطعه تقريبا الطول بتاعها تعمل 90 سنتي، التاج وزنه تقريبا 225 جرام، الكوليه يعمل 190 يعمل 390 جرام. احنا بنوجه الذوق بتاعنا او المنتج بتاعنا للمستثمر الخليجي بحيث ان انا بقول له انا عندي صناعه مصريه وجوده مصريه 100%، غير ان هو بيروح يستوردها من بره، انا بعملها لك. بالعكس انا بقول لك السوق المحلي اوفر لك وارخص.